اسال انا بقى. استاذه عفاف، هي عمليات التجميل اتهام؟ هو لا ليه بالعكس، احنا بالعكس حاجه جميله وحلوه وكل حاجه، بس انا يعني يا ريت بيقولوا مثلا عملت تجميل والله الناس بتشكر، وفي ناس كتير بتتكلم وحش. طب حتى لو عملت عمليه تجميل دي حاجه تخصني؟ يعني ما حدش له دعوه، واحنا حرام. ومش صب علشان مثلا اقول لا، لو عامله اقول عامله، يعني دي مش حاجه بكل يعني في العشرينات ولسه في الاول بيعملوا، ايه المشكله؟ انما المشكله ان انتوا بتدخلوا نفسكم في حاجات وبتقولوا تعليقات مش ظريفه. اقول لك غلطتك ايه؟ ايه؟ ان انت طول عمرك منزوي، يعني بالظبط. ليه؟ انا عايزه اعرف ليه انت نجمة، ليكي أدوار مهمة جدا وناس بتحبك في الشارع، الحمد لله، مش موجودة معاهم، على ليه منزوية؟ مدرسة الانزواء دي جت منين؟ لا إطلاقا، بس أنا كان عندي شغل، الشغل كان ابني ده، فكنت بخلص شغلي وأروح البيت، في عندي التزامات، مش ابني بس، البيت وابني وحاجات كتير، وكنت بحاول ان انا ابني طالع ازاي، على فكره الشغل والبيت والبيت للشغل، لكن اخرج اروح يبقى مثلا ليا مجموعه اصحاب كتيره، مثلاً اروح نادي، يعني انا مثلا احنا مشتركين في النادي، عمري ما بروح اقعد في النادي، يا دوبك ندفع الاشتراك وخلاص، يعني تقولي لي رحت النادي ولا قعدت ولا يعني شفت ناس اصحابي، عملت صداقات من النادي اطلاقا، ما شفتش النادي. امال بتعملي ايه طول النهار في البيت؟ لا والله بعمل حاجات كتيره في البيت، انضف، اوضب، اطبق، اغسل، غسيل، حاجات كده كله بايدك؟ كله، انا بعمل كل حاجه بنفسي. يعني انت بتنضفي بايدك، بتطبخي، بتطبقي كل حاجه؟ ما بتستعنيش بحد يساعدك في البيت، انت بتحبي تعملي انت الدور ست البيت كامل. انا كنت بالاول بستعنى بناس بييجوا يشتغلوا عندي وبيتين عندي، بس مش زهق، يعني بحس انها بتعمل الحاجه من فوق الوش وخلاص. انا من النوع اللي مثلا الحيطان لازم اغسلها، المدام بوضب الهدوم، اشوف ايه اللي عايزاه وايه اللي مش عايزاه، وارتب وحاجه فوق، ما فيش حد يستحمل يعمل كده ابدا، واطلع على السلم واغسل السيراميك بتاع الحمامات، واعمل يعني حاجات عندك كتيرة هوس النظافه؟ مش هوس، لا والله عادي جدا جدا، بس بحب اعمل حاجتي بنفسي، عشان لما ادور على حاجتي انا اللي عيناها، ما اقعدش ادور واتلخبط وتعب عينك كل حاجه في مكانها. الكلام اللي انت بتحكيه ده هو شخص بيشتغل المهنه الغلط، انت حابه جدا الامومه، حابه جدا البيت، حابه جدا دور اللي يعني انا بحس مش كل الناس يقفوا يغسلوا السيراميك ويغسلوا، لا انت حابه بتعمليه بحب. بحب ده. امال ايه اللي دخلك تبقي ممثله ازاي يعني؟ على فكره دخلت ممثله، كنت الاول حاجه قبل ما اخلف عمر، يعني ان عمر مثلا كنت اقعد اذاكر قبل ما هو يجي، اروح لدكتوره ملك في الصيدليه اللي تحت فينا عشان تذاكر لي مثلا البيولوجي والاناتومي والحاجات دي، عشان ما اتلخبطش قدام ابني، فابقى شكلي يعني كده بليده. كنت بتستعدي لابنك بان انت تبقي مدرسه جيده؟ كل حاجه، واعمل له اوراق واخلص له اوراق، وفي الامتحانات بتاعته اكون معاه من اول ما هو في كي جي 1 لحد ما خلص كليه الطب، لحد ما توظف كمان في القصر العيني، لحد ما سافر بره.